تليباتي بين الزملاء اه تليباتي كبيره بين الثلاثه راه صادق بيا بسام كنا نحبوا نفس اللون في دقيقتين ينجموا يلبسوا كي بعضهم ولا لا يلا ابقوا قدام كبير ميغال انت تو باش تمشي اللي باش تعطيهم السينيال باش يخرجوا تقف الغادي انت الحكم المحايد بسم الله تعمل هكا يدخلوا كي تشوفهم كل 10 15 ثانيه هكا يخرجوا تراه هل ينجموا يخرجوا فرد الوان ولا لا فما شابو كل واحد يقعد لابسها على طول يلا الوان طب داخل شابو زعما يخرجوا لابسين فرد لبسه ولا لا طب كل واحد لابسها يرجعوا ارجعوا عندكم شابو نتاع صدق تحت طب لحظة عام الزنة هاي مرة أخرى مرة مستحيل باش يلبسوا كي بعض واسمع ما ينجمش واحد مثلا لبسته أصفر يعاود من بعد أصفر مرة أخرى لازم يبدل ليه عاود على روحك؟ آه راهو تنجموا تقعدوا فرد لبسة أمورك طبعا ثمانية لحظة عاد لحظة ميجا تسعة لازم حتى الكاسكيت ها طب ما خلصت البس شيء هذا هاي نعود نعود وين ليه عاد حتى كسكت باش نعرفوا كيف كيف ولا هاي يلبس سيد قاي هاي اخر محاولة تو مازال 30 ثانية علاش تحتاج باي هاي تحتاج تعرف على الحكم تحب تقول له الرز الاخضر مسكين يبا دوب اي شو اخرج تي اوه على البار على البار يا صادق يلا للاسف خسروا اجابوا زوز محاولات قد قد هاي ايش به والله معناتها هي سمباتي اما هذا متفاهموا يا نوفل بدلنا الالوان يا ولد مش مش كيك يتفاهموا على الالوان يقول مثلا نخرجوا نخرج به الاولاني نخرجوا به المره الثانيه برش الدار برش الدار برش الدار برش الدار سوء النية استنى استنى ولد سكونه لحظه لحظه يا بليد ساعه فما عيط البوع شي بدلوا فما 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 كنترول من الزملاء متعودني نتاع في الحفله قالوا حتى حد ما تكلم نو في اللي هنا تفهموا انا كنت غادي سامحني سامحني بليش لابسين هنا مش ميكروويف يا ولدي قل له يا نوفل ما سمعوهم ما قالوا شيء يا نوفل يا عيش ايش نقول لك يا كبده ايش نقول لك كيفاش يعني ايش تقول له المره الاولى كي ندخل نخرج ما قال حد حد شيء حتى تقول ما قال حد عليك بالله احمد ساتور تكلمت ولا تشنو قلت؟ عليك بالله اسمعني كذب احمد تكلمت اما قلت هما حقهم عاودوا نفس اللون باش يجيو قد مع العلم راهو عندكم الحق تعاودوا نفس اللون به انتم جبتوا زوز اللي هي حاجه مش سهله كان باش نلبسوا كيف كيف باش نقولوا يردونا تفهمنا ولا ليه؟ لا 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 ما انت كا احنا على ثلاثه فما زوز جابوا حاجه اسمها زوز به توا زوز دقائق لحظه خلينا نمشيو هل تعتقد كريم انه بيناتكم تيليباتي؟ بيناتنا برا باتي بالتليباتي فهمتني انا نحب كرواسا وما نحبش الباتي فهمتني اما نتصور بيناتنا تليباتي يلا الحكم هو فوزي ميغالو خولة وكريم به يلا ميغالو وخولة فوزي كي تشوفوا منهم بدلوا تعملوا لهم سينيال يلا اعطيني سينيال توب فوزي شنو وقته؟ ديك وقته ديك تذاب وقته يلا بسم الله يزي باش يسمع ما تخرجوا لما يعطيكم فوزي التوب ها لحظه زيدهم شوي هيا بسم الله تفضل تفضل هيا هيا اخرجوها اخرج ما يشتغل ادخل متفاهمين والله متفاهمين رس امك يا نوفل قسما بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لحظه اقسم بالله تينا حلفوا والله وراح ورس امي الغالي اقسم بالله ما فهمنا والله العظيم اسمعني للامانه ثم غلطه ثم غلطه في الشابوات هذه وهذه الشابوات الشابوات الزملاء الزملاء في الحفله لحظه استشرت قالوا ما حكاوش برافو تفضل تفضل
مين يعرف الاورانجي هو؟ انت تفهموا سيدي. هاي اخر هاي هاي ما تعرفوش حتى منين عرفتي؟ خرج خرج كيف كيف. هاي هاي اسمع اسمع لا اسمع نوفل توا هذا شنو ما حكيتش فيها خرج الزواج كنت مش لابسه. هيا هيا اخرج اخرج يا كريم ما فهم حد يا صوتي.